يضمرها غياث الهلالي. الأربع المراكز ما شاء الله انفردا وبدا بير الشوط من البداية، بينما المركز الخامس خامس المراكز هذه الخميسة تعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، يضمر الخميس اللي هو صادق بن فضل الأمين، بينما المركز السادس سادس المراكز تواجد وتقدم من الريف الريف لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان وحمد بن حميد ليديلي يتولى عملية التضمير، بينما المركز السابع سابع المراكز هذه التماس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي يضمرها. أما ثامن المراكز فتواجدت في لمسة تعود ملكيتها لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمرها حمد بن خميس الغويص. والمركز التاسع الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما الحذرة تأتي في المركز العاشر لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان، ويضمرها علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي. هذه العشر المراكز هذه العشر المراكز الأولى مشاهدين الأعزاء المتقدمة في مسار هذا الشوط، وهو عاشر أشواطنا في تحديات وامسيتي هذا اليوم الجميل والرائع الذي تحمل لنا هذه الأسماء من سن اللقاية في المفاجآت الخطيرة على هذا الموسم والجميلة على هذه التحديات في عالم الأصالة. عوده إلى المركز الأول الشاهينية والشاهينية هجن العاصفة تتقدم وتسيطر على مقدمة الشوط وعلى أشواط مساء هذا اليوم بهذه التحديات وبمتابعة جماهير العاصفة والمشتاقين لهذه الأسماء ولهذه الشعارات في هذا المساء. يا سلام، يقودهن غياث الهلالي على المركز الأول والثاني الشاهينية والشاهينية، بينما المركز الثالث هذه تتواجد في المركز الثالث مناسبة تتقدم في المركز الثالث، هذه مناسبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر مناسبة اللي هو يضمرها ويقودها اللي هو أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما المركز الخامس والرابع وصلت للخميسة على المركز الرابع الخميسة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان يقودها الصادق بن فضل الأمين. المركز الخامس تقدمت في خامس المراكز الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وخليفة بن سلطان بن رشيد. على المركز الخامس المركز السادس وصلت لمتعب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها عتيج بن سالم بالعرطي الشاهينية من هجن العاصفة. على المركز السابع يقودها في التضمير غياث الهلالي. المركز الثامن لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد مع مسري، والتاسع من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، والمركز العاشر الشاهينية من هجن ند الشبا يقودها سالم بسعيد في التضمير. عودة مع 600 متر الأخيرة الشاهينية مسيطرة، الشاهينية ما شاء الله مسيطرة، ارقصت وانطلقت في الأمتار الأخيرة بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل على مقدمة الشوط. الشاهينية الشاهينية في 400 متر الأخيرة تدي التحية وتحديات هجن العاصفة وانطلاقتها الجميلة على أرضية في ميدان المرموم. هذه هجن العاصفة تقدم الشاهينية على المركز الأول اللي انفردت، والشاهينية الأخرى على المركز الثاني في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة وتهني لغياث الهلالي مضمر هجن العاصفة وإدارتها وتحدياتها الجميلة. هذه الشاهينية تقرب من الوصول إلى خط النهاية، والشاهينية أيضا على المركز الثاني. هجن العاصفة تقدم الشاهينية وتقدم المركز الثالث كذلك، أما المركز الرابع من هجن ند الشبا، والمركز الخامس من هجن العاصفة. هكذا لحظات الوصول إلى خط النهاية الخمس المراكز في هذا الانطلاق، من ثم نعود مع أبو عدنان ومع التوقيت الزمني لمسار هذا الشوط وهو عاشر الأشواط في هذا المساء وفي هذا الانطلاق الشيق والجميل على أرضية ميدان المرموم حمل سن اللقاء
البداية في هذا المساء، هذه الشاهينية في توقيت زمني مقداره 6 دقائق و4 ثواني و7 أجزاء من الثانية توقيتها في الأربعة كيلومترات. تهانينا لهجنة العاصفة، التهنية موصولة لغياث الهلالي، بينما المركز الثاني أيضا 6 دقائق 7 ثواني 6 أجزاء من الثانية، كذلك شاهينية من هجنة العاصفة وبقيادة غياث الهلالي، بينما المركز الثالث من وصلت على ثالث المراكز في هذا الأداء الجميل. أيضا الشاهينية من هجنة العاصفة في 6 دقائق 11 ثانية و8 أجزاء من الثانية، تهانينا لهجنة العاصفة والتهنية موصولة لغياث الهلالي على هذا التألق الجميل. تتوالى الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام، تتوالى الانطلاقات والتحديات في هذا المساء الجميل في أمسية اللقاية شوطنا 11 التي أعطت إشارة البدء به منذ لحظات، وهو شوط خاص مشاهدينا